في مشاهدات عديدة إضافة للي ذكرناها. أنا حسب ما عرفت أنه في جثث بترفض أنها تتشرح أو أنها تخضع للتشريح، وفي حتى كأنه قريت عنا من خلال قراءاتي ومتابعتي أنه في امرأة اضطريت أنك تقيدها علشان تشرحها، صح؟ بصي، الفكرة مش فكرة الرفض قد ما في مرحلة علمية اسمها مرحلة التعبس الرمي. التعبس الرمي ان العضلات بتبدا تتخشب بشكل غير طبيعي، بتبدا بعد نص ساعه من الوفاه، ويبدا بالعضلات الصغيره الموجوده في الوجه لحد ما يشمل الجسم بالكامل في خلال 12 ساعه. بعد كده تبدا العضلات ترتخي، تدخل في مرحله اسمها الرخاوه الرميه بترتيب عكسي من العضلات الاكبر الى العضلات الاصغر، ودي اسمها مرحله الرخاوه الرميه الاخيره، يعني خلاص الجسم هيرتخي مش هيتشد تاني خالص. أثناء مرحلة التعبس الرمي ساعات بنقابل حالات التعبس الرمي عالي فيها بشكل غير طبيعي، لدرجة أن أنت على سبيل المثال ما تقدرش تفرد إيده اللي موجودة على صدره، ولو حاولت تشدها بالعنف هتتكسر، فممكن تفضل قدام جسمها فترة طويلة جدا مش قادر تشرحه، لأن إيديه مثلا منضمة على صدره أو رجليه منضمة على بعضها، مش قادر تتغلب على مرحلة التعبس الرمي اللي موجود. ساعات التعبس الرمي بنقدر نفكه بسهوله، وفي بعض الجسامين التعبس الرمي فيها بيبقى مشدود بشكل غير طبيعي، ودي لاحظتها في الحالات اللي هي اصلا بيبقى سبب وفاتها مصحوب بضغط عصبي قوي جدا، بجريمه قتل فيها مريعه، فيها تنشن، فيها شد عصبي، غضب، زي مثلا الخنق، زي مثلا مواجهه مع حد والحد ده قتله، فبيبقى في الغرق، نلاقي ايد الغريق دايما مقفوله، حاجه اسمها العلمي كادافيركس بازم، بتبقى الايد مقفوله وفيها جوه رمل من القاع بتاع الارض لانه كان بيقاوم لاخر لحظه. الحالات دي بيبقى فيها التعبس الرمي بدرجه عاليه بشكل غير طبيعي، وبتبقى الجسامين احنا بنسميها جسامين رافضه للتشريح، لان بنواجه صعوبه غير طبيعيه في فتح الجسم عشان نقدر نشتغل لغايه ما تمر الفتره الزمنيه لحين ارتخاء العضلات. بتقصد بالظبط كده، بس المشكله عندنا ان الجثث اول ما بتيجي المشرحه بتتحط في الثلاجه، الثلاجه بتوقف العمليات الحيويه اللي بتحصل بعد الموت، يعني هو لو دخل ثلاجه بعد 6 ساعات هيفضل على نفس الوضع اللي عليه حتى لو طلعته بعد 3 ايام. فالثلاجه بتوقف العمليات الحيويه، واحنا ما عندناش لا الرفاهيه ولا الوقت ان احنا نستنى يعني، فبنضطر مية سخنة مية دافية نحاول نفك العضلات بأي شكل، وبال